في كل دول العالم اللي بتفكر تعمل نهضة صح بتبدأ دايما من التعليم وبترصد له مليارات في ميزانيتها عشان تبني أجيال، أجيال متعلمة، تعليم سليم. وهو بداية، هي مشكلتنا في العالم العربي التعليم والله. يعني أنت مشكلتنا كلنا في العالم العربي مشكلتنا التعليم، والتعليم عندنا حفظ، يعني كب في الدماغ واحفظ. ورغم ان التعليم بره هو تعليمك طرق التفكير، انك تفكر، انك تخطط. يعني التعليم بره بيشتغل على الراس، ازاي الراس تشتغل. عندنا التعليم بيحول الراس الى حصاله. كل تعليم مصر والوطن العربي ده استثمار حقيقي، التعليم ده. لكن عندنا في مصر بقى للاسف مجال التعليم وخصوصا ما قبل الجامعي بقى سبوبة، بقى فرصة للمستثمرين من القطاع الخاص عشان يبنوا مئات وآلاف المدارس ويجمعوا منها مليارات من الطلاب وأهليهم. والسيسي اللي قال قبل كده، فاكر السيسي قالك يعمل ايه التعليم في وطن ضايع؟ بدل ما يبني مدارس جديدة يعني ويعمل تعليم، أصل التعليم برضو مش مدرسة. مش الحمار اللي يقول لك كده قوله انت حمار بديل. التعليم تلات حاجات، مدرسة واستاذ وطالب. فانت لو بعت مدرس مدمر نفسيا ضلع من اضلاع التعليم باظه. دي العملية التعليمية، مدرس وطالب ومدرسة. انت كنت بدل ما تبني ناطحات السحاب دي تبني عملية تعليمية بجد، انما تخلي القطاع الخاص، تسلم الشعب للقطاع الخاص يمص دم الناس اللي عايزه اولادها تتعلم وعايزاها تتعلم تعليم نظيف، بدل البهدله، بهدله المدارس الحكوميه. المهم يعني عشان كده في تحالف من 20 من القطاع الخاص، 20 تحالف هيعملوا 1000 مدرسه لغات بالمشاركه مع وزاره الماليه. ده الخبر اللي بيقول كده اهو. عاطر حنوره، الاسم ده بقى ايه؟ انا عايز اعرف الاسم ده من ساعه ما قريت الخبر وانا عايز اعرفه. هو الاسم ده جاي منين؟ دوله. انا ما بتريقش على الاستاذ عاطر، بس انا حاسس ان في لخبطه في تجميع الحروف. يعني الاستاذ عاطر حنوره مش عاطف، وحنوره مش حنطوره، مش يعني ليه حنوره. المهم يعني عروض من 20 تحالف جديد للانضمام لمشروع انشاء 1000 مدرسه متميزه. 1000 مدرسه؟ واحنا نستحمل 1000 مدرسه؟ قال المهندس عاطر حنوره مدير الوحده المركزيه للشراكه بين القطاعين العام والخاص في وزاره الماليه أنه تم فتح باب التأهيل لمشروع. هو وزارة المالية دي فيها أسماء غريبة قوي. يعني وزارة المالية فيها اسم الأستاذ أحمد معيط، أنا عمري ما سمعت معيط دي في حياتي إلا من الأستاذ أحمد معيط الوزير نفسه. أصبر عليا بس عشان هي طاقت في دماغي أقول الكلمتين دول. أحمد معيط وزير المالية، دور كده تلاقي واحد اسمه كوجك، كاف واو جيم، في وزارة المالية برضه. دور كده تلاقي كوجك بيشتغل حاجة مهمة في وزارة المالية. مش عارف، مش كوجك والله. ايه كوجك بقى ما تعرفش؟ زي معيط، حد عارف ايه معيط؟ انا كنت اعرف زمان معيط ومعيط ونطط الحيط، كنت اعرف كده. انما كوجك ده اهو السيره الذاتيه لاحمد كوجك نائب وزير مالي. ايه بقى كوجك؟ ما اعرفش. النهارده بقى عاطر حنوره. ايه يا جماعه وزاره الماليه مالها؟ حاجه عجيبه جدا. المهم 20 تحالف هيبنوا 1000 مدرسه. ليه بقى؟ لماذا تتزايد استثمارات القطاع الخاص في دور الحضانه؟ دي انتربريس اللي كاتب الموضوع ده. ده تزايد اهتمام في دور الحضانة الخاصة بالبلاد. ليه؟ الصحفي محمد فهيم كتب بوست سأل فيه عن السر وراء دخول المستثمرين القطاع الخاص والأجانب كمان في مجال التعليم. شوف البوست كده. 20 تحالف خاص يقتحم مجال التعليم ويدشن مشروع 1000 مدرسة. أصبح مجال التعليم ما قبل الجميع في مصر فرصة سانحة للمستثمرين في القطاع الخاص. وخلال الأعوام الماضية دخلت بقوة الإمارات في مجال التعليم ما قبل الجميع بالشراء والشراكة مع مدارس خاصة ودولية مع خطط لبناء الكثير من المدارس الخاصة. والسؤال، كم تبلغ كعكة الاستثمار المحتملة في مجال التعليم ما قبل الجميع؟ ما أهم الدول التي ترغب في الاستثمار بهذا القطاع؟ كم نسبة حاجة مصر إلى المدارس ودور الحضانة؟ لماذا تفسح الحكومة المجال في هذا القطاع، القطاع الخاص؟
ولما تصر على اقتحامه مثلما فعلت في التعليم الجامعي بإنشاء 12 جامعة أهلية؟ هل زي ما بيسأل كده الصحفي محمد فهمي، ممكن تكون الإمارات وراء الموضوع ده زي ما بيشتري كل حاجة في البلد أهو؟ يعني بيقول لك إنه بتمتلك عشرات، بص تمتلك رصيف أو موقع رصيف، تمتلك 35 مدرسة وتستثمر في العشرات. كيف تحاول الإمارات السيطرة على التعليم في مصر؟ طب ليه الاستثمارات دي ما تتعملش في مدارس حكومة؟ اللي وزير التعليم رضا حجازي قرر انه يعمل يوم رياضي كامل في المدارس، لكن اولياء الامور ردوا عليه وقال له يا فين المدارس اصلا؟ فين الحوش اللي في المدرسة اللي هتعمل فيه لعب للعيال؟ اولياء الامور عن تطبيق يوم رياضي قرار ممتاز، لكن هل المدارس فيها حوش؟ على اي حال قبل ما اخد الفاصل ده عايز اقول لك كلمتين. زمان التعليم في مصر بعد الخديوي سعيد كده ما جاء مع الحملة الفرنسية، بدأت بعض الدول تبص لمصر على أنها فرصة تعلم أولادها يعني، وبدأت حملات التبشير المسيحية تعمل مدارس كاثوليك، وبدأوا الرهبان الكاثوليك يعملوا مدارس، بدأت بمدارس صغيرة وبسيطة، وفجأة يعني زي مدارس القلب المقدس زي الجزويت إلى آخره يعني. لكن بدأت جاليات تعمل مدارس كمان، وبقت زيطة بقى، بقت زيطة. في الخمسينات أو في نهاية الأربعينات قبل انقلاب يوليو شعر طه حسين أنه الدنيا بزرميط. الأستاذ أحمد حسنين هيكل بيتكلم على القصة دي ومذكراته موجودة، مش هألف من عندي يعني، بيحكي ان كان الطلاب كان اللي بيودي المدارس طبعا ابناء العمد، لان المدرسة كانت بعشرين جنيه، مين اللي هيودي ابنه مدرسة بعشرين جنيه؟ وكان الغلابة ليهم الازهر، يروحوا يتعلموا في الازهر ببلاش، ومنهم طبعا طه حسين. انما اولاد الناس بقى يروحوا يتعلموا فيكتوريا، يروحوا يتعلموا مش عارف ايه، وطبعا قبل فيكتوريا كمان يعني. بس لاحظوا، لاحظ الاستاذ احمد حسنين هيكل باشا، وده كان رئيس مجلس الشيوخ وكان وزير تعليم فترة، لاحظ حاجة غريبة جدا في المدارس دي. لاحظ ان الطلاب التلاميذ المصريين المسلمين بيرجعوا يطبقوا في بيتهم طقوس مسيحية، ولما درسوا اكتشفوا ان العيال بعض المدارس بتخصص كل فصل باسم قديس، يعني القديس كذا القديس كذا القديس كذا، فكل فصل بيحتفل بيوم عيد قديس فلان، فالنهاردة الاحتفال بالفصل ده القديس اسم القديس كذا، والفصل اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه، فكل طول السنة الدراسية المدرسة بتحتفل بقديسين، والطالب المسلم بيروح يصلي لأن المدارس راهبات فكانوا بيبدأوا بالصلاة، فيصلي مع المسيحيين، يصلي مع الراهبة، ما يعرفش حاجة على الإسلام يعني. فلما دخل وزير التعليم في القصة دي قررت المدارس تعمل حاجة، قال لك الطلبة المسلمين في بلدهم في مصر يروحوا ياخدوا حصة الدين في أقرب مدرسة للمنطقة دي. انتشرت القصة دي لدرجة ان في بنت عائلة كبيرة بقت مسيحية، وراحت ادعت ان اهلها بيضربوها عشان هي دخلت المسيحية، وهي حابة المسيحية جدا ومش عايزة تسيب المسيحية، خلاص هي حبت المسيحية من المدارس. واكتشف القائمين على الحكومات في الوقت ده، لان في اكتر يعني في فترة الاربعينات كان كل 3 أشهر حكومة يعني على سبيل المثال يعني. فاكتشفت الحكومات المتوالية وعلى رأسها هيكل باشا اللي كان زي ما قلت رئيس مجلس الشيوخ، ان اللغة العربية ملهاش نصيب في القصة دي، ان الاطفال بيخشوا المدرسة يتعلموا الاتيكيت ولغة الفرنساوي او اي لغة تانية يعني، بس مفيش عربي، ويصلوا صلاة مسيحية ويتعاملوا بكل البروتوكول المسيحي ويرجعوا بيتهم
فيكتشف ان بيتهم فيه بقى الله اكبر والمئذنه وسجاده الصلاه وبتاع. البنت بقت او الولد بقى ثقافه تانية خالص وما عندوش عربي نهائي. وبقى كل الاغنياء والاثرياء والعائلات تبعت ولادها في المدارس دي. حس طه حسين ان في مشكله، وحس هيكل باشا ان في مشكله، فاجبروا في حكومه النحاس اجبروا المدارس دي على تدريس اللغه العربيه، وعلى انه يبقى في استاذ دين في كل مدرسه مهما كانت، والا اقفلوا والا تقفلوا، مش عاجبكم امشوا مش عايزينكم، بس يبقى في مدرس دي لغه عربيه، وحصه اللغه العربيه تبقى اساسيه وامتحان فيها، وفي نفس الوقت قد يجوز الاستاذ بتاع العربي ده يدي دين او تجيبه مدرس دين يدي دين اسلامي، وما ينطبق على الطالب المسيحي لا يجوز ان ينطبق على الطالب المسلم خالص. فبدات في نهايه الاربعينات المدارس دي تعدل اتجاهها، يعني تتعدل على القبله كده، لان الحكومه صحت وقتها، لان ده هم اللي قالوا مش انا مش محمد ناصر، اكتشفوا ده تغريب، ان الطالب بيتعرض للتغريب، بينفصل عن مجتمعه عن وطنه عن بيئته. هنا خطوره التعليم، عشان كده الدوله لازم تراقب مين ايه بيدرسوا ايه للطلبه دول، انما هتقول لي مين وتعيد لي مين. هنطلع فاصل.